النكهة هي والغنية ما رح تروح لبعيد ورح تبقى بكل لقمة دجاج. مع ماجي فكرة اليوم وخلطة دجاج بالكزبرة والثوم الجديدة اللي بتحتوي على كيس بيحفظ كل النكهة. منحط الدجاج بقلبه وخلطة ماجي، منسكر الكيس، منخلطهم وعلى الفرن، وهيك الدجاج بيحفظ نكهة التوابل الشهية، بيصير طريق وطعمه بيطير العقل. خلطة الدجاج بالكزبرة والثوم من ماجي.